انتظرونا عاجلا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان الثلاثين المهدي علم تقوى وسطية الأخلاق البصر السبت الثاني من جماد الأولى يعني 1441 للهجرة الساعة الثانية ظهراً ويتضمن مهرجان تلاوة القرآن ومحاضرة وعظ وأشاب وبحوثا حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ وقصائد بحق شباب العراق المتظاهر وتضحيات الشهداء وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.